قبل البدء بأشغال الدورة التدريبية نذكر مرة أخرى بالسادة إلى جانبي المنصة ونشكرهم أيضا على المجهودات التي يقومون بها السيد الرئيس الوطني السيد محمد حصاني والرئيس الجهوي لمراكش آسفي الأستاذ حفيد الكبلو الكاتب العام الوطني الأستاذ عبد السلام عمور الأمين العام الوطني الأستاذ العربي مخلي رئيس لجنة التربية والتكوين وصراحة أنا لم أقصد أن أغلط في نقل الاسم ولكن مزيان يوقع لي استفزاز باش يقول تفاهم ياك أستاذ شكرا الأستاذ كما قلت الأستاذ العربي مخلي ورئيس لجنة التربية والتكوين أستاذ عبد الصمد درنور ومعنا العنصر النسوي بغينا لكم تصفقوا بشكل كبير عن المؤسسة سيدة المؤسسة نزهة العلوي هي عضوة مؤسسة بمكتب التنفيذي معنا مجموعة من العروض أرجو من التقنية لإصلاح الصوت معنا عروض يعني المشرفين والمؤطرين العروض يعني كفاءات متميزة ونحن في هذه الدورة التكوينية يعني التي تشرف على الرابطة يعني كفاءات جمعوية متميزة ورائدة تحقق التميز وبالتالي تحقق الريادة لما لا على المستوى الجهوي والمحلي والوطني. الأستاذ كريم حضري، الأستاذ جمال بن دحمان، الأستاذ جمال، الأستاذ الحسن توبي، والأستاذ محمد النص. كما تلاحظون في البرنامج أيها الإخوة الكريم، عندما نتحدث عن المجتمع المدني فنحن نتحدث على مكاسب دستورية وفصول يعني كما تعلمون. فنحن في المغرب ولله الحمد بفضل القياده الرشيده لجلاله الملك نصره الله يعني الدستور اعطانا يعني مكاسب كثيره والان نعيش هذا الفضل بمعيتكم ومعيه يعني مجموعه من الاطر اننا يعني لنا دور في الترافع لنا دور في المجموعه من الامور التي يعني لم تكن من قبل وبالتالي فالحمد لله على هذا الدستور الذي اعطانا هذه المكانه ك يعني قوه اقتراحيه المجتمع المدني انتم قوات اقتراحيه ولهذا جاءت هذه الدوره لكي الاطر اللي معنا انهم يشرفوا على تكوين وتاثير طريقه التدبير والتسيير والتواصل كي لا اطيل واعطي الكلمه للسيد الرئيس الوطني الاستاذ محمد الحصاني. السيد رئيس المكتب الجهوي لرابطة التعليم الخاص بجهة مراكش الأسفي السيد الكاتب العام الوطني السيد رئيس لجنة التربية والتكوين السيدات والسادة الرؤساء والأمناء والكتاب العامين لرابطة التعليم الخاص بالمغرب السادة الأساتذة الذين شرفونا بحضورهم السيدات والسادة ممثلو وسائل الإعلام السيد ممثل السلطة المحلية الحضور الكريم أحييكم جميعا كل باسمه وصفته بداية لابد من التوجه بالشكر للمكاتب المحلية والإقليمية والجهوية الوطنية التي حضرت من جميع جهات المملكة من جهة العيون الساقية الحمراء وجهة الداخلة وادي الذهب من جهة قلمين واد نون من جهة سوسماسة من جهة مراكش آسفي من جهة بني ملال خنيفرة من جهة درعة تفيلات من جهة دار بلا سطات من جهة تطوان طنجة تطوان حسيمة من جهة الرباط سالة القنيطرة ومن جهة الشرق الكل حضر وكل تفاعل رغم بعد المسافات رغم يعني الإكراهات التي نعرفها جميعا فهم أبوا إلا أن يحضروا هذه المحطة
التنظيمية. رغم عناء السفر أبت إلا أن تحضر هذه المحطة التنظيمية التكوينية والتي تحمل شعار من أجل كفاءات جمعوية متميزة ورائدة. السيدات والسادة، إن هذا اللقاء التكويني يندرج اليوم ضمن الرؤية الاستراتيجية للرابطة، حيث دعت في اجتماعها الأول بعد المؤتمر بمدينة الدار البيضاء إلى تطوير وتأطير الهياكل الداخلية للرابطة والرفع من فعالية ونجاعة الأداء، وكاد تفعيلا للهدف 12 من القانون الأساسي، والداعي إلى تحسين وتحديث أساليب ووسائل العمل التربوية والتعليمية وعصرنة ورقمنة آليات التسيير والتدبير للرابطة ومواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية. لا شك أيها الحضور الكريم أن المجتمع المدني بالمغرب عرف طفرة نوعية مع الأدوار الجديدة التي أعطاها دستور المملكة 2011 بالفاعل الجمعوي، حيث لم يعد الشأن المحلي والعام حكرا على الدولة والمؤسسات السياسية والمنتخبة، بل أصبح المجتمع المدني يطلع بدور كبير باعتباره شريكا للدولة في المساهمة في اتخاذ القرار وإعداد وبلورة وصياغة السياسة العمومية. ومن هذا المنطلق تقوم رابطة التعليم الخاص بالمغرب بدورها كقوة اقتراحية من أجل الترافع حول قضايا المدرسة المغربية بشكل عام، باعتبار أن مؤسسات التعليم الخصوصي أصبحت جزءاً من منظومة التربية والتعليم. السيدات والسادة، إن نجاح العمل الجمعوي المهني والتربوي يرتكز على عدة مبادئ يفرضها العمل الجمعوي الجاد، وأول هذه المبادئ وضع برنامج واضح للأهداف قابل للتطبيق. يكون هذا البرنامج يراعي الزمن ويملك القوة على التنزيل ويراهن على العمل التنموي. المبدأ الثاني هو التكافل والتعاون لبلوغ الأهداف المرجوة. إن وضع برنامج واضح ودقيق ليس بالأمر الكافي، بل لا بد أن يواكبه وعي واقتناع بأهداف الجمعية من طرف أعضائها ومنخرطيها ومن قبل المحيط ومؤسسات الدولة التي ينبغي أن تواكب العمل الجمعوي وتساعده في تحقيق أهدافه النبيلة. فالتكافل والتعاون مطلوب تكريسه أولاً من طرف الجسم الداخلي للرابطة كأعضاء ومنخرطين ومستفيدين، ثم إن الجمعية عليها الانفتاح على العالم الخارجي وأن لا تبقى منعزلة على نفسها، ثم إن التكافل والتعاون يقتضي أن يكون هناك اندماج فاعل بين كل المكونات داخل الجمعية، ثم أن يسود التفاهم والتعاون والتآلف والتآزر بعيدا عن الشنآن والصراعات والحساسيات الشخصية. بمعنى بسيط، أن يتحد الجميع ويقفوا وقفة رجل واحد لتحقيق الأهداف والغايات الإنسانية النبيلة التي اجتمعت عليها الجمعية ألا وهي الرابطة. المبدأ الثالث، تحديد طرق واضحة للتمويل والتدبير المالي، وهو موضوع الورشة المالية، وأن تكون هناك الشفافية في عرض كيفية التمويل والتدبير المالي. في الواقع إن مسألة التمويل والتدبير المالي تعتبر من أهم الإشكالات والمعيقات التي تواجه العمل الجمعوي، غير أن هذا لا يعتبر كافيا للوقوف دون استمرار الجمعية في عملها، بل ينبغي الانكباب على التفكير في وسائل التمويل المتاحة وخلق وتوفير الموارد المالية واستغلالها وتدبيرها بكيفية معقلنة، والتعرف على الإكراهات والعواقب التي تحول دون تحقيق النتائج المتوخات، وكذا توفير التجهيزات والإمكانيات الضرورية للشغال. فقد ثبت في الواقع أن هناك جمعيات استطاعت أن تصل وتحقق تمويلا كافيا لتحقيق أهدافها لأنها أحسنت التدبير والتزمت بالشفافية في عرض كيفية تمويلها وتدبيرها لمشاريعها وانفتاحها على المحيط الداخلي والخارجي. لهذا ينبغي البحث والتفكير عن مصادر التمويل الكافية وتحديد الحاجيات المادية والبشرية للعمل،
وبذل جهدي للتغلب على الإكراهات المادية كذلك، مع الإشارة إلى الدور المهم المنوط بمؤسسات الدولة التي ينبغي أن تطلع بدورها في هذا الجانب وتساهم في التمويل الضروري عند للجمعيات بطرق موضوعية، مع إعطاء أهمية للجمعيات الفاعلة والمؤثرة. المبدأ الرابع: إسناد مهام القيادة للعناصر المؤهلة لهذه المهام والتي لها من القدرة الكافية على التسيير والتدبير والسهر على تحقيق المصلحة العامة. وهذه نقطة ومبدأ أساسي، فالعناصر المؤهلة تمتلك من القدرات ما يجعلها قادرة على السير بالجمعية إلى تحقيق أهدافها وتلبية حاجيات محيطها. والواقع شاهد على أن من أبرز أسباب فشل الجمعية هو ضعف التسيير والتدبير. المبدأ الخامس هو احترام النظام الأساسي للجمعية والسهر على عقد الجموع العامة في وقتها وفي إبانها، وكذا إنجاز التقارير الأدبية والمالية وتغيير الأعضاء عند الاقتراع وضم أعضاء جدد واتخاذ كل الخطوات التي من شأنها أن تقرب الجمعية من أهدافها. والواقع أن كثير من الجمعيات تخل بهذا المبدأ فتخرق الأنظمة الأساسية ولا تعقد جموعها العامة، ويبقى الجمود هو السمة الأساسية للفعل الجمعوي. لذا ينبغي الحرص على احترام النظام الأساسي والوفاء بالعهد والالتزام بالمواعيد من خلال العمل خلال مواعيد محددة تحترم من طرف الجميع، والوفاء بالوعود التزم بها عضو من الأعضاء، وكذا الحضور الدائم والمستمر للمسؤولون عن تطبيق البرامج أو التسيير، وسيكون من نتائج ذلك ظهور جمعية نشيطة وفاعلة مما يزرع الثقة في المحيط الداخلي والخارجي لها وما يضمن لها تحقيق أهدافها. المبدأ السادس: الحرص على تكريس مبدأ التشاور والتكافل والتآزر. فنجاح العمل الجمعوي رهين بتكريس ثقافة الحوار وتبديد مكامن الخلاف بين مكونات الجمعية والتقريب بين وجهات النظر المختلفة واختيار ما يحقق النفع والصالح العام للجمعية. إلى جانب ذلك، لا بد من مؤسسة العمل وتجاوز الفردانية، بمعنى أن العمل الجمعوي يجب أن يستمر ولو غاب الأشخاص. المبدأ السابع: التفاني والبذل والتضحية اللامشروطة والجهد الدؤوب الطموح الذي لا ينقطع والذي لا يخضع للمناسبات ومزاج شخص أو أشخاص معينين. إن العمل الجمعوي عمل سامي وإنساني رفيع يحمل في طياته كل مبادئ السامية التي تحكم الإنسانية، نظرا لأهدافه النبيلة التي لا تمت بصلة بالربح. فلهذا فإن العمل الجمعوي يقتضي التفاني والبذل والتضحية اللامشروطة والجهد الدائم، وهو يتنافى مع اللحظية والفكر المناسباتي السائد لدى أغلب الجمعيات، حيث لا تخرج الجمعية إلا بحلول مناسبات معينة. إن نجاح العمل الجمعوي يقتضي لزوما طي هذا الواقع والتعامل مع الجمعية بتفاني وتضحية على أساس أنها عمل مستمر على الدوام لا يخضع للمناسبات، بل المطلوب من الفاعل الجمعوي أن يتسم بروح المبادرة الواعية والتحرك الخاص في سبيل تحقيق أهداف الجمعية والصالح العام. المبدأ الثامن: الإكثار والزيادة من الحصص الزمنية المخصصة لنشاط الجمعية. الملاحظ أن أنشطة أغلب الجمعيات تكاد تعد بعدد الأصابع أنشطة قليلة جدا إن لم نقل منعدمة، لا تتناسب مع البرامج المسطرة والأهداف المراد تحقيقها. وهذا الوضع له أثر كبير في فشل الجمعية التي تضمحل ويحكم عليها من طرف من أسسها بالانقضاء من حيث لا يدرون ولا يشعرون. فالمطلوب إذن أمام هذا الوضع هو إعادة الحياة إلى الجسم الجمعوي من خلال الإكثار من الأنشطة والزيادة من حصصها الزمنية والحرص على تنويع هذه الأنشطة وتجديدها لتلقى القبول من المستفيدين منها وتحظى باهتمام منخرطيها. المبدأ التاسع: الوعي بتقييم المشاريع والتجارب السابقة وإعادة النظر فيها. إن التجارب السابقة تمدنا بكثير من المعطيات
التي يمكن استغلالها وتوظيفها في المشاريع الحالية المستقبلية. كما تمد العمل الجمعوي بمزيد من الثقة للإقدام إلى الأمام بخطوات ثابتة. فإن تقييم المشاريع والتجارب السابقة يكتسي أهمية كبرى، فهو من جهة عرض للمنجزات التي تم تحقيقها ووقوف عند المشاريع التي تحتاج إلى مزيد من الجهد والعمل، وإعادة النظر في الأساليب واستراتيجية العمل المعتمدة فيها والتي لم تسفر على نتائج إيجابية، كل ذلك من أجل السير في الاتجاه الصحيح الذي يقود الجمعية إلى الوصول إلى أهدافها وغايتها. المبدأ العاشر والأخير: خلق قنوات للتواصل والتقاسم الحضايا والمشاكل. من بين المهام الرئيسية التي ينبغي الحرص والصار عليها من طرف المسؤولين عن تدبير وتسيير الشأن الجمعوي، خلق قنوات التواصل بين الأعضاء والبحث في مشاكلهم وإيجاد الحلول لهم. فالملاحظ أن أغلب الجمعيات تجهل هذا المبدأ أو بالإحرى تبعد الطرف عنه، وتكون النتيجة صادمة ممثلة بوجود مساحات شاسعة بين الأعضاء المنخرطين والمستفيدين والمحيط. إن الجمعية في الوقت الراهن مطالبة بالانفتاح وخلق قنوات التواصل والحوار لمعالجة مختلف القضايا والإشكالات المطروحة، وستكون النتيجة عظيمة إذا ما تم الحرص على تنظيم لقاءات دورية في مواعيد محددة لمناقشة القضايا ذات الصلة ببرنامج الجمعية وأهدافها. هذه كانت بعض الإشارات التي جاءت في هذه المبادئ التي ترمي إلى تجويد العمل التنظيمي للجمعية وللرابطة، وشكرا لكم على حسن استماعكم. السلام. شكرا السيد الرئيس على هذه الكلمة القيمة، ويعني من خلال الكلمة يعني يتضح يعني الأهداف والاستراتيجية التي يعني تأخذها الرابطة على عاتقها، وكذلك يعني مجموعة من النقط والأهداف التي يجب أن تتماشى مع جميع الجمعيات والرؤساء والمؤسسات. وأعطي الكلمة الترحيبية، ونحن الآن كلنا ضيوف عند رئيس الجهوي لمراكش، جهة مراكش الأسفي، الأستاذ حفيظ الكبلي. كما جاء في كلمة السيد الرئيس، هذا المطلق أو هذا الموضوع هو بالنسبة للرابطة قديم جديد بحيث كانت المنادات عليه منذ مؤتمر أكادير، وجديد لأن هذا النوع من التكوين المنضبط لا يحظى بالاهتمام اللازم لدى جميع الجمعيات، فهذا مسألة مشروط عليها وبالطبع أثر على السير العادي في الجمعيات. فهنيئا لرابطة التعليم الخاص بهذا التفكير البناء، وهنيئا لها بهذه الجرأة التنظيمية التي لا محالة ستقوي تنظيمها وآلياتها مما سيمكنها من التقدم في عملها والتحكم فيه. تحمل الرابطة مشعل التعليم الخاص بالمغرب، وهذا التنظيم سيمكنها من وضع بصمتها الخاصة في مجال التعليم، أن يعرف كل عنصر ما له وما عليه، أن يعرف المكتب الوطني والمكاتب الجهوية والمكاتب الإقليمية والمحلية ما لها وما عليها، أن يعرف السادة الرؤساء والسادة الكتاب والسادة الأمناء على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي والمحلي ما هي الأدوار المنوطة بهم وما هي حدود العمل والتنسيق. فهذه هي مفاتيح النجاح.
أن يعرف أعضاء المكاتب المنخرطين حقوقهم وواجباتهم، فهذا يقوي العلاقات وييسر العمل. فرصة النجاح تكمن في الاعتراف بالآخر والاحترام المتبادل. هذا عمل تطوعي صحيح، لكن التطوع ينتهي عند القبول بالمهمة بالعمل وبالمسؤولية، وبعدها لم يعد العمل تطوعا بل إلزاما ما دام الشخص المعني بالأمر قبل أن يكون كذا أو كذا. ويكفي أن نتذكر أن الجمعيات رغم طابعها التطوعي أصبحت خاضعة للمراقبة المالية، والله يعلم ماذا سيأتي بعد ذلك على المستوى الإداري والتدبيري. نرجو أن يساهمها التنظيم في توزيع المسؤولية وتقاسمها بين جميع مكونات الرابطة، منخرطين، أعضاء مكلفين مختلف المسؤوليات، وأن تمتزج روابط العمل وروابط الصداقة والإنسانية. هذا التنظيم هو ما سيوفر احترام الاختصاصات وييسر العمل سواء أفقيا أو عموديا، ويمكن من تكوين أرشيفات الرابطة ومستنداتها ليستفاد منها في المستقبل. لا يفوتني بالمناسبة أن أطلب من العلي القدير أن يجازي كل من ساهم في تكوين وإنجاح هذه الجمعية الوطنية التربوية، وأن يسكن الحاج محمود الطالب فسيح جنانه ويجازيه عن تضحياته خير الجزاء. كما أتمنى لكم التوفيق والنجاح وتحقيق ما تصبون إليه في ظل التوجيهات الملكية الرشيدة التي تولي التعليم أهمية قصوى. فمرحبا بكم مرة أخرى، ومراكش مراكشكم، والسلام عليكم. معروف على الأستاذ يعني أستاذ حافظ الكبلي يعني يقوم بمجهودات على مستوى الجهة، مجهودات كبيرة يعني نرجو إعادة التصفيق مرة أخرى. نمر مباشرة إلى كلمة السيد الكاتب العام الوطني الأستاذ عبد السلام عمور. السيد الرئيس الوطني لرابطة التعليم الخاص بالمغرب، السيد رئيس المكتب الجهوي لجهة مراكش الأسفي، السيد الأمين العام للرابطة، السيدات والسادة أعضاء المكتب التنفيذي، السيدات والسادة رؤساء وأمناء وكتاب المكاتب الجهوية والإقليمية، السادة المؤطرين، السادة ممثلي وسائل الإعلام، السيد ممثلي السلطة المحلية. حقيقة كلمتي أمام كلمة السيد الرئيس وكلمة السيد رئيس المكتب الجهوي عندها واحد البعد من خلال الإعلان على واحد مجموعة ديال الركائز اللي خصت يعني تنطبق فيها الرابطة. بداية لا بد من تقديم الشكر للسيد رئيس المكتب الجهوي لجهة مراكش الأسفي وللفريق المساعد له على تجديد احتضانه لهذه الدورة التكوينية، كما أجدد الترحاب بجميع الأعضاء المشاركين. نلتئم اليوم جميعا في هذه الدورة التي طالما حلمنا بتحقيقها منذ حياة المرحوم محمد الطالب، حيث امتدت الرابطة عبر ربوع البلاد وتشعبت مهام تدبير شؤونها، وأصبح من اللازم على الفريق المشرف على تدبير الشأن الوطني توحيد الرؤية والخطاب لدى المسؤولين على المكاتب الجهوية والإقليمية والمحلية. نلتئم اليوم لبناء مرحلة جديدة من تاريخ رابطة التعليم الخاص بالمغرب، انسجاما مع المتغيرات الجديدة التي عرفتها بلادنا، وخصوصا منها تدبير الشأن التربوي باعتبارها ليست فقط هيئة مهنية بل قوة تفاوضية واقتراحية، بل شريك استراتيجي لدى الدولة بمختلف قطاعاتها المتدخلة في قطاع التعليم الخصوصي. أخواتي إخواني، ما يعنيني اليوم في كلمتي هذا
هذه هو الجزء المتعلق بدور الكتابة العامة في تدبير شؤون الرابطة وطنيا وجهويا وإقليميا. وبالرجوع إلى القانون الأساسي المنظم للرابطة، فهو لم يعرف الكاتب العام بل اكتفى بتحديد مهامه بعد اقتراحه من طرف الرئيس والمصادقة عليه من طرف المؤتمر. وانطلاقا من تجربة المتواضعة بالكتابة العامة التي عمرت 3 عقود من حياة الرابطة، 5 ولايات من رئاسة المرحوم محمد الطالب، ولاية الحاج عبد الهادي زويتن الذي تعذر عليه الحضور معنا اليوم وندعو له بالشفاء العاجل، وحاليا بولاية رئيسنا الحالي السيد محمد الحنصالي. فإن مهمة الكاتب العام لا يمكنها بتاتا فصلها عن مهام وانشغالات الرئيس، فهو يقوم بدور الملازم والمستشار والموثق والمحافظ والمساعد. لذلك فالمهمة اختلفت كثيرا مع الرئيس الذي يقطن بنفس المدينة على رئيس خارج المدينة التي أقطن فيها. كما أن طريقة ووسائل الاشتغال تغيرت كثيرا من الاعتماد على التواصل الورقي بشكل مكثف وعلى التوزيع عبر المراسلات الورقية ثم بعدها عبر البريد الإلكتروني، حيث لا زلنا نحتفظ إلى اليوم بجميع المحاضر والأنشطة واللقاءات التي كانت تجمع في كتاب كل سنة. أعطيكم مثال، هذه 30 سنة، هذا كتاب ديال أول مؤتمر للرابطة سنة 94، ويتضمن جميع الخطوات والتحركات والأنشطة واللقاءات التي قامت بها الرابطة. هذا كتاب ديال اليوم الدراسي الأول 93، اللي كان فيه المرحوم من المجرى والمرحوم الكتالي وعدد من الأساتذة والأطر اللي أطروا أول لقاء والذي تم فيه الإعلان عن تأسيس الرابطة، لأن الرابطة في الأول من 91 94 كانت تسمى المؤسسة التعليمية الخاصة، وكانت خاصة بإقليم الرباط. ثم في هذا اليوم المبارك تم فيه الإعلان، وكان السي العالمي ديال فاس والسي الحاج قباج ديال وجدة الله يرحمهم جميعا كانوا هما اللي طلبوا توسيع الرابطة على جميع الأقاليم، فكان مؤتمر ديال 94. ثم مؤتمر هذا مؤتمر اللي كان في 2011. ثم هذا أول اللقاء ديال اللجنة ديال الرابطة اللي كانت في اللجنة الوطنية ديال 96 اللي كانت تحت إشراف المرحوم حسن الثاني. هذا المؤتمر الثاني. هادو المسارات والأعمال والإحصائيات اللي كانت ديال الرابطة واللي كانت قدمت بها الوزارة. ثم كاين وثائق أخرى. هذا لقاء أول ملتقى وطني لتنظم بوسنيقة تحت الرئاسة الشرفية ديال صاحب الجلالة، واللي كيتضمن جميع الفقرات ديال الملتقى الوطني. لذلك أنا في هذه المناسبة هذه لا بد من كنحيي جميع الزملاء اللي هما يعني عاشرون خلال هذه المرحلة كاملة، والحمد لله اللي كنطلبوا منهم كنطلبوا من الله يعني يشفيهم ويطول في عمرهم، وفي نفس الوقت يعني نطلبوا الرحمات على الناس اللي غادرونا لدار البقاء. إنه في اعتقادي الشخصي إذا كان الرئيس يشكل واجهة قانونية وتنظيمية وتمثيلية للجمعية، فإن الكاتب